الشباب الريال، الشباب الريال صلى الله عليه وسلم. بعشرين جنيه، بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. الشباب الريال اهو، بالريال بالريال صلى الله عليه وسلم. اللي صلى الله عليه وسلم، اللي صلى الله عليه وسلم. وحده لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعشرين جنيه، بعشرين جنيه، بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. عربية الغلابة، عربية الغلابة، عربية الغلابة. ده رب يحميه من كل ظالم ومن كل حاقد ومن كل حاسد. عربية الغلابة بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. الشباب وحدوا بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. الله أكبر، الله أكبر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بعشرين جنيه الشباب اهو، والتراب الريال اهو، الابيض الريال اهو. بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. انا بتاع الغلابه، انا بتاع الغلابه، انا بتاع الغلابه. بعشرين جنيه الشباب اهو، الشباب الريال اهو. اللي صلى على النبي يكسب، اللي صلى على النبي يكسب، اللي صلى على النبي. النبي باشا لازم تاخد الكلام من نفسها. ايوه النبي بتتباع ب 120 جنيه، انا بتباع ب 80 جنيه بس. 80 جنيه، حاج صلاح قال لك ده. والسردين ده ب 100 جنيه. السمكه، السمكه دي بتتعمل ايه؟ بتتعمل ايه؟ بتتشوى دي ولا بتتقلى؟ بتتشوى وتتقلى وزيت وليمون وسنجاري وصينيه وكل الحاجات. سمك بسم الله ما شاء الله. المعلم بيضحك والله اللي تجيبه معايا. المعلم بيضحك، طلع يجري. المعلم بيضحك. ده طول عمره على كده. المعلم بيضحك انا. ايه ده؟ انا بدي 80 جنيه البلاش ده. ايه زي ما احنا شايفين سمكه البلاميطه اهي. 80 جنيه. ايه ده؟ انت عامل 80 جنيه. والبقى 70 جنيه الباقة. يلا يلا يا الاسعار بتختلف من تاجر لتاجر. ب 50 والقلي ب 50 والشام وال 30 مبطرخ كيلو الشباب يا اسطى. الابيض كيلو ب 30 1000 كيلو 30 جنيه كيلو الشباب. والبوري الكبير ب 100. اربع حبات في الكيلو بوري ب 100 اهو. اربع حبات بوري ب 100 25 سبعين. زي ما احنا شايفين التحام من المواطنين على شراء الاسماك. زي ما احنا شايفين سوق السمك زحمه ودمياط كلها تاكل سمك يوم الاحد. زحام اهو من المواطنين. زحام على شراء برضه الجمبري. الجمبري عامل كام يا غالي؟ الجمبري كيلو ونص ب 100؟ اه. حط السردين انت حاطين على النبي يا جدعان. كيلو ونص ب 100 عند الحرمه بيبقى 80.